معانا سؤال برضو سائل بيقول بنام قبل صلاة الفجر وبصحى وقت صلاة الظهر، أعمل إيه في صلاة الفجر لو ما صحيتش وقتها؟ من نام عن صلاة الفجر ولم يقم بأدائها في وقتها، يعني وصلاتها حاضرة، فإنه يقوم بصلاتها قضاء، أقوم أصليها قضاء لما بصحى من النوم. أخرج الإمام النسائي في سننه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه إن بعض الصحابة الكرام ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام نومهم عن الصلاة، ناموا وراحت عليهم الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فإذا حضرتك استيقظت قبل دخول وقت الظهر، فعلى حضرتك المسارعة بقضاء فريضة الفجر. طيب إذا استيقظت بعد دخول وقت الظهر، فلا حرج عليك على مذهب السادة الشافعية من إن حضرتك تبدأ بالحاضرة اللي هي صلاة الظهر أو الفائتة، يعني سواء تبدأ بالحاضرة اللي وقتها أزف ولا الفائتة اللي عليك زي ما انت عايز. يعني لو حضرتك استيقظت بعد أذان الظهر ممكن تبدأ بصلاة الظهر، يعني فهي دي الفريضة الحاضرة ساعتها، ثم بعد كده تقضي الفجر، هي دي الفريضة الفائتة، أو العكس زي ما انت عايز. يعني الترتيب عند الشافعية سنة وليس بواجب، وإن كان الأولى زي ما دايما بنقول وعلمنا، لأنه علمنا الفقهاء والعلماء من مراعاة الخلاف عند من يوجبون الترتيب، فيكون البدء بالفائتة، تصلي تقضي صلاة الفجر أولا وهي الفجر، ثم تبدأ بصلاة الحاضرة وهي صلاة الظهر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويصفح ويتقبل منا ومنكم حقا.